السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. أسئلة كتير جدا بتيجي بشكل متكرر، وأخيرهم امبارح إنه كان في متصلة بتسأل إن باباها ومامتها الله يرحمهم يعني ماتوا وعليهم صيام من رمضان. والسؤال ده بيجي كتير، لو حد كان عليه صيام من رمضان يعمل إيه؟ أهله بقى يصوموا بدلهم ولا بيدفعوا فلوس ولا يعملوا ايه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. امين يا رب، استرنا سترا جميلا يا رب. ربنا يسترك يا شيخ احمد يا رب، ويرزقنا من حيث لا يعلم لا نعلم ولا نحتسب يا رب. يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وان شاء الله ربنا يرضي الناس كلها يا رب ويسترنا جميعا يا رب. الستر والصحه يا رب. يا رب يا رب. ندخل الجنه. وندخل الجنه والفردوس الاعلى يا رب. يا رب. كلنا. كلنا. يا رب. أخبارك إيه؟ تمام؟ تمام يا شيخ أحمد، الحمد لله. طب الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد، الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. آمين يا رب. السؤال هو في غاية الأهمية صراحة، مش بس عشان قضية الإنسان أو الأخت اللي اتصلت امبارح، لا عامة السؤال ده ممكن يكون متكرر. واحد كان عايش وبعدين مات وعليه صيام، عليه صيام يعني إيه؟ كان مريضا مثلا، واحدة بتقول لي بابايا كان مريض ومات وكان في أيام من رمضان، نعمل معه إيه؟ هنا أولا لازم نعرف يا جماعة إن صيام رمضان فرض، والله عز وجل أباح الفطرة لأصحاب الأعذار، زي مثلا المريض، واحد مريض يفطر طيب يصوم تاني، أيوة عليه القضاء ده لو كان المرض بتاعه ده يرجى، يعني إن شاء الله في أمل في الشفاء، يعني الأطباء بيقولوا له أنت بس افطر وبعد ما تخف إن شاء الله وتاخد العلاج ده إن شاء الله ربنا إيه هيكرمك وتبقى دايما صوم خلاص. من كان مريضا او على سفر فعده من ايام ايه؟ فعده من ايام اخر. طيب واحد تاني بيقول والله لا ده انا مريض بس الاطباء قالوا لي انت ما عليكش صيام، ممنوع، عنده مرض مزمن، فده بيسموه الفقهاء ده المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني تقريبا الغالب كده ان الراجل ده مش هيخف، هيفضل على طول ماشي على العلاج وما ينفعش يصوم، فيسمع كلام الأطباء، لازم يسمع كلام الأطباء وبعدين هيعمل إيه؟ فقالوا يطعم عن كل يوم إيه؟ بيفطروا مسكين، وإحنا اتكلمنا في المسألة دي، المسكين اللي هو قد إيه؟ في مذهب المالكية والحنابلة سهل جدا المسألة، اللي هو مقدار مد، اللي هو الحفنة كده، اللي إحنا بنقول يعني بنكتر شوية كده عشان الناس ما تطلع، نقول كيلو، أي كيلو، كيلو رز، كيلو دقيق، أي حاجة ما يعادل. معلش هقف حتة هنا، واحد يقول لي هو الكيلو ده هيأكل الفقير وأنا مالي؟ هو أنا ربنا قال لي روح أكل الفقير؟ ده هو حاجة زي العقاب، جزاء، فالعقاب هو ده، مش ربنا بيقول لي روح أكل فقير واشبعه، ده ما قالهاش دي كده. لا مش كده خالص، فهو قال لي مد، والفقير ربنا يتولى إن شاء الله بالصدقات التانية والزكوات، أنت عاوز تكتر من عندك كتر خلاص كده، فطلع ده المقدار، عاوز تزود زود، فده نقطة مهمة. طيب الراجل مات، فنقول مين اللي مات؟ أبويا أو أمي أو أخويا أو أختي اللي كان مريض، أيوة أنا مرض، المرض الذي لا يرجى برؤه يعني ولا إيه؟ ده واجب عليه إن هو كان يطلع عن كل يوم بيفطروا إيه؟ مسكين، لا ما طلعش، يبقى الورثة بتوعه دول يطلعوا عن كل يوم إيه؟ يطلعوا عن كل يوم مسكين. قالوا طيب لا ده هو الراجل ده مريض مرض، أهو مريض مرض يرجى برؤه ولم يتمكن من القضاء، يعني معنى إيه؟ هو مات في أثناء المرض إيه؟ في أثناء المرض بتاعه، أعمل إيه؟ ولا تعملوا حاجة، نطعم عنه ولا تطعموا عنه، ولا نصوم ولا تصوم، يعني إيه؟ معلوش حاجة، معلوش حاجة. أيوة ده رأي الإيه؟ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. اللي هو مين الراجل ده؟ راجل واحد مريض، خلاص مريض مرض ومات في أثناء المرض بتاعه،
لم يتمكن من القضاء، ما لحقش يخف عشان ايه؟ عشان يبقى يقضي اللي عليه. فعدته من ايام اخرى، الايام الاخرى دي ما جاتش اصلا، عامل زي اللي مات قبل رمضان، هل نقول له صوم رمضان؟ ما جاش لرمضان، الايام الاخرى دي ما جاتش. طب هو مين اللي قال كده يا مولانا؟ الائمه الاربعه الجمهور قالوا الكلام ده، قالوا ابو حنيفه والامام مالك وسيدنا الامام الشافعي والامام احمد عليهم رحمه الله، بخلاف طاووس وبخلاف الامام ابو ثور وقتاده كده، يعني قالوا لا ده يطعم عن كل يوم ايه الولي بتاعه، يطعم عن كل يوم مسكين. لا ده هو خف وقعد فتره مثلا بتاع شهر كده بعد ايه، وبياكل وبيشرب وزي الفل وصحته رجعت، بس لم يقضي ثم مات. نعمل ايه؟ قالوا حاجتين اتنين، اما من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وهذا مذهب الشافعي في القديم، او راي العلماء زي المالكيه مثلا والشافعي في الجديد وبعض اهل العلم، قال لك لا الولي او الورثه بيعملوا ايه؟ يطعم عن كل يوم افطره مسكين، عن كل يوم افطره ايه؟ مسكين. وهذا قول امنا عائشه ايضا رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاها. طيب نبدا ناخد تليفونات، ناخد نجلاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك. الله يكرمك. بص انا عندي سؤال، بس هو مش خاص بيا انا، خاص بحد، ان انا يعني ان انا اقول السؤال بالنيابه عنهم يعني. تمام، اتفضلي حضرتك. في راجل يعني خلف ولدين ومخلف سبع بنات، ماشي، فيهم ولد سافر من السعوديه وشق عمره كله، كان بيبعته لابوه، وابوه دوت فلاح كان بيشتري ارض، يعني كل اللي ما بيبعت فلوس ابوه كان بيشتري ارض، بس الاب اللي كان بيكتبها باسمه هو. فحصل خلاف بين الاب والابن، فقال له طب اديني حقي، اكتب لي الارض، اكتب لي البيت، اكتب لي. فالاب رفض نهائي ان هو ينقل ملكيه الاراضي اللي هو اشتراها، حوالي مثلا قول فدانه نص يعني. فالمهم الابن دوت مات من كتر الخلاف والحاجات ديت، مات في موقف بردك ان هم تهجموا على الراجل في المحكمه، الراجل طب ساكت مات في ساعتها. يعني انهي بقى اللي مات، الاب ولا الابن؟ الابن. الابن الصغير، الابن اللي كان الشاب، هو اللي كان بيشتغل، هو اللي مات، اللي بيشتغل وشقى عمره 20 سنه اللي هو المفروض يكون من حق اولاده، ده مات. الاب الثاني بقى عمل ايه؟ خلى الاب يكتب له كل الارض باسمه بعد ما اخوه مات. بعد ما اخوه مات خلى الارض. ازاي يعني؟ حتى ما فهموش رساله ربنا كده حتى؟ لا 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 لا، وحرم. اقول لك على حاجه، حتى الاخوات فيهم واحده اختي دايما تيجي على اخوها دعوه، انا هقولها بس عشان الناس بس تبقى تفهم الدعاوي بتبقى شكلها ايه، دايما تقول الهي يا رب تتحرم من خير عيالك، وبتدي على ابنه، ليه ابن في يعني مثلا نقول في الجيش، تدي عليه ان هو يجي يعني دعاوي بقى. لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص ما تقوليش الدعوات دي خلاص، مش حلوه يعني، خلص. ربنا يعافينا يعني، يا رب عافينا. الابن ده بقى اللي خد كل الاراضي، ربنا عمال يديله. بصي هما بيقولوا ربنا بيزيده ليه؟ هو المفروض ربنا يعاقبه يعني، عشان احنا مظلومين يعني، ورثه الابن اللي مات اولاده يقول لك احنا مظلومين، التاني العم ده المفروض يبقى حنين على اولاد اخوه، لا ده جامد وقلبه جامد وجامد على اخواته، وحس في نعمه داخلاله. بصي حس ان هو بجبروت يعني، بدل ما يحن بقى جبروت، حتى عياله تعلموا البردك القسوه على العمات والحاجات دي، فكل عمال يدي عليه، بس ما فيش ولا دعوه مستجابه. انا عايزك تقول للناس ديت، هما بيسالوا ليه ربنا مأخر لغايه دلوقتي ان هو ياخدوا حقهم، والجد لسه على الحياه، الراجل عنده 80 سنه وواعي جدا، وبيقول لك هو ظلمنا وظلم ابونا، فاحنا عايزين بس كلام للبنات او الشباب اللي هم الراجل سايبهم، الاب اللي مات دوت يهديهم، حتى نقول حتى لو عقاب ربنا مش دلوقتي، ربنا سايب الوقت ان هو تاخدوا حقكم والكلام من ده. فرغم ان الراجل بردك سايب ورث حلو بردك لعياله، بس بيقول لك ده حقنا، وفي الاخر فيهم بنت دايما تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، في يوم من الايام احنا هناخد حقنا منه. ماشي، لكن بقى لكن برضو يعني سريعا كده، هم بقى حالهم ايه؟ اللي هو باباهم مات مظلوم ده، هم كبروا ولا لسه صغيرين ايتام ولا؟ لا كبروا، البنات كبيره بس حقهم. ايوه ايوه، انا بس طبعا حقهم، بس انا يعني عايزه اعرف هم وضعهم ايه، هم كويسين يعني؟ كويسين، هو سايب لهم حاجه بردك باسمهم، بس الحق بتاعهم ده يعدي المليون وشويه، هم طبعا طبعا. ايوه بس أيوة. هو الله يرحمه يعني لما كان بيحول الفلوس كان بيحولها لباباه عشان يشتري له ارض او يامن له او حاجه زي كده، ولا كان بيديها لباباه ملكيه خاصه؟ لا 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 لا، كان بيبعت عشان يشتري،
لان عبد الفلاحين ان هو الابن بيشتري بيبعت الفلوس والاب بيشتري باسم، ده عندهم عيب ان هو باسم الابن يعني. لما جه بقى الولد، لما جه بقى الشاب ده يطلب من باباه، باباه رفض والموضوع دخل في محاكم وكده. حتى في ارض مكتوبه باسم الابن اللي مات، مكتوبه باسمه يعني عقد مكتوب حاطط ايده عليها ومش راضي يديها لهم برضك، دي حقهم برضك. يقول لهم لا مش هديها لكم. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا حبيبه قلبي. يعني خلينا نقول اولا لا يجوز لاي اب مهما كان ان يجور على مال ابنه. طبعا هذا لا يجوز اصلا شرعا، دي يعني حقوق يعني. طبعا. الاستدلال بحديث انت ومالك لابيك او انت وما لك لابيك، ده حديث بعض طبعا يعني على التضعيف والتصحيح. لا وبالتراضي، لا غير ان هو لكن مش مثلا انا مثلا اجي لابني اقول له ايه انت ومالك لابيك، يقول لي طيب ماشي. أيوة خدي هديك. ماشي ممكن يقول لي خدي هديك تمام، لكن اقول له كده يقول لي لا مش هينفع، اقول له لا هاخد بالعافيه او احط ايدي على حاجه زي ما هي بتقول. خاصه اذا كان الاب مش محتاج. بالظبط. لا يجوز له باي حال من الاحوال، لان ده ظلم مبين ان هو يجور على مال الايه، على مال ابنه يعني. دي حاجه مهمه جدا، دي نقطه. النقطه الثانيه إن الإنسان اللي بياخد حاجة مش بتاعته طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. طبعا. يعني طوق الله رب العالمين سبع أراضين يوم القيامة. عافينا يا رب. ودي يعني عقوبة مش محدش هيقدر يتخيلها إلا يعني الإنسان اللي هو مستوعب معنى عقوبة الله عز وجل يوم القيامة. الحاجة الثالثة إن دايما نكرر هو إن الظالم ده هو لا الله عز وجل لا يهديه ولا يصيبه الفلاح وله اللعنة يوم القيامة وله سوء الدار. وإن المظلوم لو دعا استجاب الله عز وجل له. فحد بيقول طب ما احنا بندعي وبتاع ومش عارفين وحقنا ومش عارفين ناخده وبتاع. عندي آية عجيبة جدا في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عارفة معنى الآية؟ يقول لك إذا رأيت الله عز وجل ينعم على عبد والعبد مصر على معصية الرب فاعلم أنه مستدرج. يديله 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 وبعدين ينزله على جدور رقبته كده، بينزله على جدور رقبته يكسرها له. هو يعني كأنه سبحان الله هو اختار أنه يقع في الفخ، واخد بال حضرتك؟ فلا بد للإنسان أن يا جماعة دي الحقوق، حقوق العباد مهمة جدا يعني، حقوق العباد مهمة جدا. ثانيا أموال اليتامى ده لازم ترجع لهم، وما ينفعش اللي أنا أشوف القرآن يقول مثلا في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون إيه؟ وسيصلون سعيرا. هو لازم تحقق الإجابة يكون دلوقتي مع لا مش شرط، قد يؤخر الله عز وجل التحقق حتى العبد ده يزداد طغيانا. شوفي بقى، ويزداد تجبرا ويزداد ظلما ويزداد ويزداد، ثم يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر سبحانه جل وعلا. إن لم الإنسان ده يتوب إلى الله عز وجل، يعني إن لم يتوب إلى الله تبارك تعالى وإن لم يعود إلى الله عز وجل. فأنا نصيحة بس لكل إنسان بيجور على مال الآخرين، اتق الله رب العالمين. المال ده مش هينفعك في الدنيا، ولو هينفعك شوية كده في الدنيا، لكن يوم القيامة الأمر أصعب من ذلك. يعني الأمر أصعب من ذلك، القضية مش قضية إحنا عايشين 20 30 40 50 سنة، لكن هذا الظالم الذي يظلم في هذه الحياة الدنيا فليعلم أن عليه من هو أقوى منه، وهو الله رب العالمين سبحانه وتبارك تعالى. الحاجة اللي بعد كده بقى، أن أنت يا راجل ده أنت جد، يعني أنت جد، والمفروض دايما يقول لك أعز الولد ولد الولد، فلا تظلم هؤلاء خاصة اليتامى دول، فلا تظلم هؤلاء. و80 سنة يعني خلاص إحنا اقتربنا، يعني خلاص زي ما بيقولوا كده ده رجل هنا ورجل هنا. طبعا ده رجل هنا محدش عارف، فالواحد في عرض يعني اللي هو حسنة يلقى الله، مش بالظلم الكبير ده. يعني عاش كتير كأن ربنا بيطول عمره عشان يزيد ذنوبه. سبحان الله. شوفي واحنا بنقرأ الآية يقول إيه الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا مين هم بقى؟ الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ربنا يهدي وربنا يعافينا وربنا يرضيهم إن شاء الله يا رب ويديهم خير. طيب معانا نهى. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يبارك فيك. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك بص،
بص انا كنت عايزه اتباين في حاجه مضايقاني وانا مش عارفه ان هي صح او لا تخص الرسول عليه الصلاه والسلام. اتفضلي يا فندم. انا النهارده كان في يعني عندي درس في المسجد وكده، فلقيت واحده بتقول لي انت تعرفي ان الرسول عليه الصلاه والسلام مات مسموم، وان واحده سيده هي اللي موتته، ان ترجع قال له هو على الفراش ان هو هيموت مسموم. هل الكلام ده صح؟ اللي هو ايه؟ انا مش، لان انا حاسه ان الكلام هو بصي هيموت مسموم. نفسي. انا بصي نوع، هو يعني الصوت مش واضح، بس يعني احنا اللي فهمناه من السؤال هي بتسأل ان النبي مات يعني موت عاديه ولا مات مقتول. لا يعني هو ده، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال انه مات من اثر السم، يعني يقال انه مات من اثر السم، فعشان ومات شهيدا صلى الله عليه واله وسلم. لكن على اي حال هو ده مش هيفيدنا في شيء. يعني الله عز وجل قال انك ميت وانهم ميتون، وقال الله عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. هي القضيه مش قضيه كيف مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص اما ان يكون مات موته طبيعيه صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم مات من أثر السم اللي هو اتحط فيه في الكتف وهو بيأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال هذا، وعلى فكرة ده مش كلام يعني إيه، مش ده كلام ضعيف، لا مش حكاية ضعيف، يعني هو خلاف، لكن إيه اللي هيعود عليها في النهاية؟ ولا حاجة، أنا مش هيعود عليها حاجة في النهاية دي. فأنا أرجو اللي إحنا خلينا اللي إحنا ننتبه إلى العلم الذي ينفع. يعني دايما أقول كده، أحد يجي يقول لي مثلا إيه، على رأي بعض مشايخنا كده، كان يقول واحد بيسأله يقول له مولانا هي النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ قال له يا ابني أنا شغال في السجل المدني. يا ابني ذكر ولا أنا هستفاد بإيه؟ أنا مالي؟ واخد بال حضرتك؟ أم موسى كان اسمها إيه؟ فاطمة أم الخير، استفدت إيه؟ استفدت، خليك في الحاجة اللي تنفعك. ده دايما نقول عليه علم لا ينفع وجهل إيه؟ وجهل لا يضر. تمام. منى أهلا يا منى. أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك فضلت الشيخ؟ الله يخليك. اتفضلي. بص بعد اذن حضرتك، انا يعني كان في خلافات ما بيني وبين ولاد عمي، بس ولاد عمي دول اساسا كانوا ايتام، واللي كان مربيهم امي وابويا. ففي واحد فيهم كان كويس وماشي تحت طعمه ومطيع لوالدي ووالدتي، وكان يعني معانا متربيين معاهم كانهم اخواتي مش ولاد عمي، دول صبيان. فواحد منهم كان كويس والتاني يعني ما بقاش كويس معانا، وخرج عن طاع والدي وراح له مكان لوحده. فوالدي توفاه الله، وبعد كده جه بقى حصل مشاكل ما بينه وما بيننا كتير. فوالدتي، فاحنا كلنا صممنا ان هو ما يجيش يقعد معانا في البيت، كانه يبني شقه ويقعد معانا في البيت دي لا. لكن اخوه التاني اتبنى له شقه واخد نص البيت، يعني نص البيت ما بيننا ونص البيت ما بينهم. هو البيت اصلا بتاعكم يعني؟ البيت اساسا في الاساس ان هو بتاع والدي، بس كان نصه كان ميراث من والده. على اي حال، على اي حال يعني عمك، يعني عمك كان ليه في الورث ده؟ اللي هو كان بتاع جدي اصلا. تمام. ايوه. والبيت ده نصيب والدك؟ لا دلوقتي. ايوه تمام. أيوة اللي هو كان بتاع ابوه اصلا، وعمي ميت من وهم اطفال صغيرين ووالده. تمام. يعني عمك مات في حياه جدك؟ لا، ميت بعده. مات بعده. طب ما هو كان ليه في البيت. تمام كده. والدي بقى اشترى كمان على البيت وعمل مناصفة ما بيننا وما بينهم. تمام. وقال ان هم هياخدوا نص البيت. تمام. واحنا هناخد نص البيت. وعملته كده. واحنا عشنا حياتنا بقى على كده. ماشي. ان هو هيبقى ليه نصه في اخوه يبني فيه، واحنا نصه اللي هو معروف ان هو بتاعنا. خلاص. المهم ان اخوه ده عمل مشاكل ما بيننا وما بينه بعد ما والدي مات. فانتوا قلتوا ان ابن عمك اللي هو اللي طيب معاكوا ياخد في نص البيت بتاعه ويسكن عادي، لكن انتوا رافضين ان التاني يدخل. بس احنا مش هناكل اخوه وهنديله في حقه فلوس، لكن ان هو يجي معانا. عايزين تخرجوه تدوله فلوس لكن ما يعيش معاكوا. لكن ما يعيش معانا. ده دلوقتي منازعات ما بيننا وما بينه. فوالدتي توفاها الله على ان المنازعات دي كانت شغاله. تمام. فانا عايزه اعرف هل هي عليها وزر ان احنا هنديله فلوسه لكن احنا مش هناكله، يعني احنا هنديله حقه. أيوة. وبما يرضي الله. وهو موافق؟ وهو بقى المشكله ان هو مش عايز كده، هو داخل بقى في دور عند ان هو يرجع بقى وخلاص، رغم ان هو ما عادش اساسا قاعد في المكان اللي احنا فيه. هو اصلا من زمان وهو بعيد اصلا. بالظبط كده. تمام. وحتى انا لما اتجوزت بعد ما والدي توفاه الله ما وقفش جنبي، ما قاليش حتى انا جنبك، ف
في اي حاجه. فده بقى كانت النقطه الاساسيه لينا ان هو خلاص يبعد عننا. تمام ماشي يا حبيبتي. حاجه بس كمان بعد اذن حضرتك. قولي. ان والدتي وهي بتموت هل الكلام بقى اللي بيتقال سواء اذا كانت وهي بتموت هل ده كلام هي شايفاه قدامها؟ لانها كانت وهي بتموت بتقول يعني اوعي تبيعي نفسك اوعي تبيعي هدومك. هل الكلام ده يعني هي دلوقتي كانت بتقولي مين؟ هي دلوقتي بتموت بتطلع في الروح. هل الكلمه اللي بتتقال كانها دي بتكلم حد يعني بالظبط كده؟ هل دي الله هل اعلم الكلام بقى ده؟ كان يعني فانا عايزه اعرف هل الكلام ده ساعه الموت بيبقى وصية كلام يعني كوصيه 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 قصدك؟ لا مش وصيه. ايوه او هي بتقول لنا عليها. لا مش وصيه. لا ماشي يا منى. واما بالنسبه الاولاني فالله اعلم لا ادري. بالنسبه لايه السؤال الاولاني؟ ما اعرفش السؤال الاولاني بتاع الورث والورث. لازم نقعد معاهم. انا مش عارف الاجابه فين. يعني المفروض تسمع من كل الاطراف عشان تدي اجابه حقيقيه. طبعا ما ينفعش لان انا اتلخبطت انا اصلا كده. لو هو ورث باباهم ايه دخلهم اصلا في الموضوع ده؟ اللي هم ما يقعدوش جنبينا يعني. واحد فيهم يقعد والتاني ما يقعدش. مش حقهم اصلا. ففي حاجه الموضوع فيه حاجه. فلذلك الله اعلم ممكن يعني كلهم كده يطلعوا الناس اللي هم اصحاب الميراث ويطلعوا دار الافتاء ولجنه الفتوى بالازهر ويقعدوا يشرحوا الموقف بالتفصيل كلهم مع بعض. لكن انا ما ينفعش يبقى عمي ده ورث ابن عمي البيت اللي جنبي وامنعه اقول له ما تعيش اقول له لا انت ما تقعدش هنا خد فلوس عشان بيعمل مشاكل. واللي حتى لو بيعمل هو يعني طب الجار اللي جنبي بيعمل مشاكل همشيه من البتاع؟ لا ولو نقدر. لا يعني هم يعني الصح ان القضيه كده فيها دار الافتاء المصريه كلهم او لجنه الفتوى بالازهر ويعني نسمع منهم نسمع من كل الاطراف يتكلم. حتى هو كمان من حقه يتكلم. صح كده. شكرا يا شيخ احمد ربنا يكرمك. اشكرك جدا ومشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء وعايزين كده نعزي ونقول البقاء لله وان احنا بننعي الشيخ عبد الله عزب اللي توفى امبارح في حادثة ربنا يرحمه رحمة واسعة. والشيخ عبد الله كان إمام جامع عمرو بن العاص وقبله جامع السيدة زينب الله يرحمه. وزي ما قال كده الإمام أحمد انه بيننا وبينهم الجنائز. فالواحد عايز تعرف حياة واحد وختمته بصوا على جنازته. والحقيقة أن جنازته كانت كبيرة ومؤثرة الله يرحمه. إحنا في الحلقة دي هنتكلم على فضل أهل القرآن مع ضيفنا الداعية الإسلامي دكتور صالح الشواف. أهلا بك يا دكتور صالح. أهلا بحضرتك يا أستاذ دعاء ربنا يحفظك. يعني أنا شفنا لقطات من الجنازة طبعا جنازة كبيرة يعني إن شاء الله يعني تبقى كده إيه رحمة وشهادة لي بإذن الله. والالاف دي كده ان شاء الله تكون ايه رحمه كده ومغفره لي باذن الله. يعني بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه طبعا يعني انا بنعي للامه الاسلاميه كلها وفاه الشيخ عبد الله عزب. الشيخ عبد الله قارئ من طراز فريد يعني كان صوتا يحلق من السماء. الله يرحمه. حقيقه الشيخ عبد الله توفي يعني 36 سنه. فاسال الله ان يرحمه برحمته الواسعه. والحقيقه انا جنازه الشيخ عبد الله امبارح يعني كانت جنازه مهيبه. والله يعني لا أحسبها إلا جنازة ولي من أولياء الله الصالحين. الله يرحمه. يعني الألاف المؤلفة الذين حضروا الجنازة من كل مكان. الناس مع إن حادثة وخرجوا بسرعة من المستشفى وعدفن على طول بس ألاف الناس من كل مكان جاءت من كل الأماكن وكبار المشايخ والعلماء في مصر. يعني متخيل يا أستاذ كان واقف على القبر. أنا كنت واقف على القبر ببص حوالين اللي واقفين على القبر. الشيخ يسري عزام، الدكتور محمود الأبيدي، الدكتور حازم جلال، الشيخ أحمد تميم المراغي، الشيخ العزازي، الدكتور محمد أبو بكر، وحوالي لا يقل عن 100 أستاذ جامعة في جامعة الأزهر وحافظ الكتاب الله عز وجل بل يزيدون، كلهم يقرؤون له القرآن وكلهم يستغفرون له وكلهم يدعون له. فيعني حقيقة أنا وقر في قلبي والله وأنا واقف كده قلت الشيخ عبد الله رزق هذا الرزق ان هو ربنا اكرمه. فكان من اهل القران في الدنيا فربنا اكرمه عند موته ان يحسن له هذه الخاتمه ان يموت في حادث فينال هذه الخاتمه الحسنه. وبعدين واقف على قبره مجموعه من اهل القران ومن اولياء الله الصالحين
كلهم يقرؤون له القرآن وكلهم يطلبون له الدعاء. الحقيقة وقر في قلبي فضل أهل القرآن ومكانة أهل القرآن، وإن اللي هيعيش لحاجة ربنا هيختم له بيها طبعا، وهو عاش للقرآن ومات على القرآن، فختم الله له بأهل القرآن على قبره يدعون له ويطلبون له الدعاء. شيخ عبد الله، صوت كنت إذا سمعته تنسى هموم الدنيا، الحقيقة والله يعني الوزير عز فيه بالأمس وكل مشايخ مصر ودعاة مصر وعلماء مصر، الحقيقة يعني فقدت الأمة فقدانا كبيرا بفقدان هذا العالم. كان عالما وخطيبا مفوها وقارئا مجيدا متقنا، يعني تسمع وكأنك تسمع إلى قارئ من الرعيل الأول. الشيخ عبد الله أنا صاحبته في مدينة بنها، كنا نصلي التراويح هناك سويا تقريبا قرابة 10 سنوات يا أستاذ دعاء، كنا بنصلي مع بعض، يعني كنا نتنقل بين بعض المساجد لكن نذهب ونجتمع في مسجد التابعين في مدينة بنها، هذا المسجد العامر بالذكر والعبادة. فكان الشيخ عبد الله تصلي وراه يا أستاذ دعاء 30 يوم في رمضان ب30 جزء ما يغلطش غلطة ما شاء الله. فضل اللي أنا وقفت ورا الراجل ده والله العظيم يا أستاذ دعاء ما سمعته مرة أخطأ. فيش يحفظ القرآن عن ظهر قلب، القرآن عنده ما شاء الله تبارك الله، ويعني وهب القرآن حياته. فأنا أسأل الله عز وجل أن يخلفه في زوجته وعياله. ورب العباد قال لنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأنا أحسب أن الشيخ عبد الله ممن كان يتقي الله وممن كانت حياته في القول السديد، يعني كانت حياته في ذكر الله وفي تلاوة القرآن وفي حب سيدنا النبي وحب آل البيت ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله لن يضيع الله زوجته وعياله، وكل صاحب قرآن إن شاء الله ربنا يحميه. كل أهل القرآن هؤلاء هم أهل الله، دول أهل ربنا، وأنهم في الناس أهل الله وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. يؤتى بحامل القرآن يا أستاذ دعاء، دي رسالة لمحب الشيخ عبد الله عزب ولكل أهل القرآن، يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة فيجيء القرآن فيقول يا رب حله، فيحليه ربنا بتاج الكرامة الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقول يا رب زد فيكسى ويحل بتاج الوقار ويلبس والداه تاجا تقوم له السماوات والأرض يا الله. ثم يشفع في سبعين من أهل القرآن، هم دول أهل ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا اختصهم واصطفاهم واشتباهم إنهم يحملوا كتابه. ربنا قال لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا أستاذ دعاء اللي عاوز يبقى دكتور هو اللي بيختار ده، واللي عاوز يبقى مهندس بيتارجت ده وبيحدد ده، لكن أهل القرآن دول ربنا اللي اختارهم، ربنا اللي اصطفاهم، فهؤلاء اصطفاء رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. فيا بخته اللي قضى حياته للقرآن، يا بخته اللي يعيش مع القرآن، يا سعادته اللي يجتهد في حفظ القرآن وفي أن يعيش مع كتاب رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، متعة ما بعدها متعة وسعادة ما بعدها سعادة. يا رب اجعلنا من أهل القرآن ومتعنا بالقرآن، وارحم يا رب الشيخ عبد الله عزب وجميع شيوخنا يا رب ومشايخنا الذين علمونا القرآن. آمين يا رب، ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة. وإحنا مع مشاهدينا نسمع كده جزء من تلاوة القرآن للشيخ عبد الله عزب الله يرحمه. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم
صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. آمين آمين يا رب، ربنا يكتب له الجنة يا رب ويرحمه، يعني حاجة سبحان الله سبحان الله على الدنيا دي، يعني 36 سنة وما تفاجأ في حادثة، الله يرحمه رحمة واسعة. طبعا هو كان من أهل القرآن، والجزء اللي شفناه في الصلاة يعني هو كان بيقم في الصلاة وفيديو متصور. معانا الشيخ يسري عزام. دكتور يسري أهلا وسهلا. ألو الشيخ يسري عايز ينعي الشيخ عبد الله. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا استاذه دعاء، البقاء لله، البقاء لله حضرتك والشيخ صالح وكل الساده المشاهدين، البقاء لله في وفاه عالم جليل فضيله الشيخ عبد الله عزب، العالم والقارئ والمادح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني موت العالم مصيبه عظيمه، والعالم يبكي عليه اهل الارض ويبكي عليه اهل السماء، لأن العالم فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ما بالنا بالشيخ عبد الله عزب الذي عايشناه وعصرناه بأخلاق محمدية مصطفوية، يعني كأنه كان ملك يمشي على الأرض. سبحان الله. اختلطنا به وسافرنا معه وجلسنا معه، وهو إمام في مسجد عمرو بن العاص وإمام في مسجد السيدة زينب، ثم انتدب للشؤون المعنوية، خطيب لمسجد المشير ومسجد الفتاح العليم، وكان يجوب البلاد شرقا وغربا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأمس انتقل إلى جوار ربه وهو شهيد لقمة العيش، وهو عائد من عملي من إدارة الشؤون المعنوية إثر هذا الحادث الأليم الذي ألمنا جميعا، وهو شهيد لأن من مات في حادث سيارة أو سير فهو شهيد، نحتسبه عند الله شهيد والله حسيبه إن شاء الله. يعني زي ما قال أخي وحبيبي فضيلة الدكتور صالح، الله يحفظكم، إن أهل القرآن بيبقى لهم اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الشيخ عبد الله اصطفاه الله بحمل كتابه وملأ قلبه بالقرآن الكريم، وكان رحمه الله إذا قرأ القرآن كأنه يخشى الله. يعني دلوقتي حضرتك كنت جايبة المقطع وهو يصلي بالناس، يعني وهو يقرأ هذه الآيات كأننا نعيش الجنة وكأننا نرى الجنة. سبحان الله فعلا. دعاء النهاردة وأنا جاي للمسجد لصلاة الظهر قابلني أحد الإخوة ويعلم ما بيني وبين الشيخ عبد الله من محبة، أقسم لي بالله أنه رأى في المنام الليلة الماضية بعد الجنازة أن الشيخ عبد الله يلبس ملابس الإحرام. الله ما شاء الله. هذه بشارة طيبة، إن دلت فإنما تدل على أنه خرج من الدنيا وقد غفر الله له، وبشارة المؤمن الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وأن تجتمع القلوب بالأمس على حب هذا الرجل، وكما حضرتك بدأت الحلقة بيننا وبينهم الجنائز، فعلا الإمام أحمد بن حنبل كان يقول هذه الكلمة، ولما مات مشى في جنازته ألف ألف يعني مليون. بالأمس كنا في بلد الشيخ عبد الله والبلد خيم عليها الحزن، كل الناس يبكون الشيخ عبد الله، الكبير والصغير والطفل والمرأة والكل، أهل القرآن ما وجدت جنازة مهيبة كهذه الجنازة من العلماء الأجلاء والأساتذة في الجامعة وأهل القرآن، الكل يبكي والكل يريد أن يعبر عن حبه وعن وده للشيخ عبد الله رحمه الله. عزاؤنا فيه أن قرآن الشيخ عبد الله باقي فينا، أن علم الشيخ عبد الله باقي فينا، إن الشيخ عبد الله عزب يعني إن شاء الله مع سيدنا رسول الله في الجنة يقال هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، يكون مع الحبيب في الجنة ويسمع القرآن من رسول الله. عزاؤنا فيه أننا ندعو له بالليل وبالنهار، وأن أولاده يكونوا من أهل القرآن. أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يلهم والدته الصبر والسلوان وأن يجزيها خير الجزاء على صبرها، وأن يصبر زوجته، وأن يخلفنا وأن يخلف المسلمين فيه خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا بشكر حضرتك وفضيلة الدكتور صالح على هذه المداخلة، ويعني هسيب الدكتور صالح لأنه يعني أدرى الناس بالشيخ عبد الله. الله يحفظك يا دكتور ياسين، مقرب له. عزاؤنا فيه أننا إن شاء الله على العهد نسير،
واننا ان شاء الله ندعو له في كل وقت ولحظه. وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله. شكرا لحضرتك شيخ يسري، ربنا يكرمك. شكرا على المداخله. دكتور يسري عزام شيخنا واستاذنا واخونا الكبير ويعني صاحب فضل على الجميع، ربنا يحفظه ويبارك في عمره يا رب. ويعني الحقيقه الدكتور يسري بالامس ابكى الجميع، يعني قال كلمه على القبر والله ابكى الكل، يعني ما بقي احد في الجنازه الا وكان يصرخ من البكاء، يعني كان قال كلمات يعني والله كلمات منيره يعني. فربنا يحفظك فضل الشيخ يسري ويعيننا يا ربي على ان يعني نكون اخوه دائما في الخير متحابين، اللهم امين يا رب العالمين. وانا وقر في قلبي كده حاجه يا استاذ دعاء، وانا شايف كل المشايخ دي على القبر، ان هو ده صاحب القران وهم دول صحابه. سبحان الله. فيا ترى اصحابك مين؟ ايوه فعلا، يعني الصحبه بقى، الصحبه ده انت بتختار صف كده، اول صف واقف يصلي عليك. سبحان الله. الصف اللي واقف قدام القبر بتاعك. امبارح كان الصف اللي قدام الشيخ عبد الله كلهم علماء في الازهر. كلهم حمل لكتاب الله، كلهم دعاء لله، كلهم ناس جايين منوره. فانا وقر في قلبي ان طب انا لما اموت مين اللي هيبقى واقف عند القبر بتاعي؟ صح. فالحقيقه بصراحه انا يعني من امبارح كده انا براجع حساباتي، صحابك المقربين ليك مين؟ لما كلنا هنموت يا استاذه دعاء، كلنا في الحياه دي فتره مؤقته، هتعيش 60 70 80 سنه. وهو الموت بقى هو رساله لكل واحد، وكل واحد لازم يقرا الرساله ويتعلم، زي ما حضرتك بتقول مثلا انه مين الاصحاب، الصحبه الصالحه، مين اللي هيدعي لنا، الجنازه ازاي كانت كبيره، مين هيمشي في الجنازه، مين هيدعي لنا، الناس هتبقى زعلانه ولا لا. وسبحان الله زي ما النبي علمنا ان الناس هم شهداء الله، يعني يعني هم هيقولوا ده الله يرحمه فان شاء الله وجبت ويدخل الجنه، الله. او ده يلا بقى اهو خلصنا منه. انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. فلما كل الناس تبقى زعلانه بالشكل ده وكل الناس تشهد بالخير، حسن خاتمه، ده علامه خير والله. طبعًا حسن طبعًا. خاتمه تخلي الواحد على قدر ما حزن الشيخ عبد الله كان قريبا جدا يعني الى القلب، على قدر ما رايت منه الا خير هذا الرجل. الله يرحمه والله. صاحب قلب نظيف يا استاذ. لا ما هو واضح من حسن الخاتمه بتاعته، وشه كده طيب وبشوش وصاحب قلب نظيف، ما زعلش من حد. يعني انا احسبه ممن قال الله فيهم الا من اتى الله بقلب سليم. هو كان قلبه سليم، ما كانش بيزعل من حد ولا يتضايق من حد ولا بينه وبين حد مشاكل، كان قلبه نظيف، لذلك كان ربنا مسخر له كل القلوب ومسخر له كل الناس. كلنا محتاجين كده نراجع حساباتنا مع القران فعلا. ونراجع حالنا مع كتاب ربنا، ونراجع حالنا مع كلام رب العالمين، ومع قلوبنا، ومع قلوبنا. القلوب دي لازم تبقى نظيفه. والله انا عاوز اقول مع كامل تقديري واحترامي، والله العظيم انا ما اتكلمت عن الشيخ عبد الله دلوقتي ولا حضرتك ولا سيدنا الدكتور يسري عزام، ولا سخر الله الاف المشاهدين الذين يسمعوننا الان يدعوا له بالرحمه الا لشيء بينه وبين رب. طبعا هذا امر بينه وبين رب العالمين. صح. سبحانه وجل وتعالى. يا استاذ دعاء، وانا في الطريق والله العظيم تواصلت معي السيده ميرفت عبده مديره مؤسسه سقيا الماء، لما عرفت ان انا جاي الحلقه قالت الدكتور صالح انا المؤسسه ان شاء الله عز وجل هتعمل بير صدقه جاريه على روح الدكتور عبد الله عزام. الله يرحمه. طب كل الخير اللي شغال ده، القران، الاف الناس اللي مشغله القران بصوت الشيخ عبد الله من الامس، كل هذا في موازين حسناته. طبعا. كل واحد فينا بقى محتاج يسال نفسه سؤال، يا ترى انا لما اموت هيكون في ايه ليا؟ ايه اللي الناس هتفتكرني بيه؟ أيوة. ايه الصدقه الجاريه اللي هتكون موجوده بعد؟ الشيخ عبد الله ساب قران، ساب ناس بتحبه سمعت اهتدت على ايده وبتصلي وراه وتبكي وراه، وصحبه صالحه كلهم بيدعوا له وبيتصدقوا عنه وبيعملوا له خير. يا ترى كل واحد فينا هيسيب ايه بعد ما يموت؟ ربنا قال لنا نكتب ما قدموا واثرهم. فالاثر وما يتبقى لك بعد موتك، فيا ترى كل واحد فينا مجهز ايه بعد موته؟ محتاجين كلنا نراجع حساباتنا مع الله. صح كده. وسبحان الله يعني ربنا يرحمه رحمه واسعه يا رب. اللهم امين. وربنا ان شاء الله كده يكون رزق وحسن الخاتمه ويرزقنا جميعا حسن الخاتمه ويغفر لنا جميعا يا رب. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين. ورجعنا مره تانية مشاهدينا معاكم على الهواء مباشره. برحب مره تانية بضيفي دكتور صالح الشواف. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ، ربنا يحفظك. احنا طبعا اتكلمنا في الجزء الاول الفقره اللي فاتت عن الله يرحمه الشيخ عبد الله عزب قارئ القران، وهو توفى فجاه يعني امبارح في حادثه الله يرحمه رحمه واسعه، وازاي ان هو عنده ان شاء الله يعني كده علامات حسن الخاتمه وحب الناس.
وقرآن وفضل القرآن، وإنه بنقول سبحان الله إنه هو يعني حتى العلم بتاعه أو القرآن هو هيسيبه كده يعني لنفسه صدقة جارية وعلم ينتفع به سبحان الله، الله يعني الله يرحمه. وأنا يعني حابة أني كمان مرة تانية أشكركم حضرتك ومؤسسة سقيا الماء على أنه هيعملوا له بير صدقة جارية على روحه إن شاء الله تعالى بإذن الله. ربنا يا رب يستخدمنا كده في الخير دايما، ونكون أعوان لبعض على الخير في الدنيا وحتى في الآخرة إن شاء الله. آمين يا رب. آمين يا رب. ربنا يرزقنا حسن خاتمة. اللهم آمين. وأنا طبعا بشكرك في نهاية الحلقة. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. أرقام مؤسسة سقيا الماء موجودة على الشاشة عشان أي حد حابب بقى إن هو يعمل لنفسه صدقة جارية، يعمل لأي حد توفى صدقة جارية، يتبرع بالزكاة بصدقة صدقة جارية يعني. وعندهم طبعا أفكار كتير جدا لمشروعات الخير والوقف لله والصدقات، وزي ما دايما نقول إن إحنا نلحق نعمل كمان لنفسنا الصدقة الجارية، ونعمل أكيد لحبايبنا اللي سبقونا، وإن شاء الله نتجمع جميعا في الفردوس الأعلى يا رب. ونشوف مع بعض آخر تقرير في حلقتنا النهاردة، بير صدقة جارية وأبار المية مع مؤسسة سقيا الماء. في رحلة جديدة من رحلات العطاء مع مؤسسة سقيا الماء، اليوم بفضل الله عز وجل في مرحلة جديدة من مراحل الخير والبر والإحسان. النهاردة احنا موجودين في مطروح بنستلم مجموعة كبيرة من الأبار اللي بتخدم أهالينا اللي محتاجين مية، واللي ربنا سخرنا واستخدمنا في مؤسسة سقيا الماء ان احنا نكون باب خير لأهالينا في مطروح. والحقيقة ان احنا موجودين دلوقتي قدام بير ليه مكانة خاصة عندي، لانه صدقة جارية على روح حد كان عزيز عليا، الحاج سيد الريدي رحمه الله تعالى. الحاج سيد الريدي أنا أشهد له أنه كان صاحب خير، وكانت يده ممدودة بالعطاء وممدودة بالخير، وكان مواظبا على الصلاة، وكان يحضر لي خطبة الجمعة، ويعني آخر جمعة حضرها لي قبل الوفاة كنت أتكلم فيها عن وصف الجنة، فالله أسأل أن يجعلها عاجل بسراه، ويعني وأن يجعل هذا البئر في موازين حسناته يا رب العالمين، اللهم آمين. ولازلنا نحتاج هنا في مطروح إلى عشرات الأبار، بل مئات الأبار اللي بتخدم أهالينا هنا في مطروح، واللي المية هنا بالنسبة لهم مية الأبار دي هي المصدر الرئيسي هنا للمية، مش مصدر ثانوي أو مصدر فرعي، ده المصدر الأساسي. وربنا سبحانه وجل وتعالى بيقول لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمياه هي الحياة. فيا هناءة ويا سعادة من قدم يده بهذا الخير، ومن قدم يده بهذا البر، ومن مد يده بهذا الإحسان، لأنه كما يقول الإمام ابن القيم الله لعبده حسبما يكون العبد لخلقه، فمن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، فالله لعبده حسبما يكون العبد لخلقه. فيا بخته اللي يعمل خير، ويا سعادته اللي يمد ايده بالعطاء والبر والخير، واللي ربنا يكرمه فيكرم خلق الله عز وجل، واللي ربنا يوسع عليه فيوسع على عباد الله رب العالمين. لما نبص هنا في المنطقه احنا في عمق الصحراء وحوالينا مجموعه من البيوت، البير ده بفضل الله بيخدم كل البيوت دي بفضل رب العالمين. بدل ما كانوا بيقطعوا مسافات كبيره عشان يحصلوا الميه، ربنا استخدمنا في مؤسسه سقيا الماء بفضل الله ثم بفضل اهل الخير إن إحنا نوفر معاناة ومشقة عن أهالينا. أبناء الحاج سيد الريدي عملوا بير صدقة جارية عنه في منطقة خدمت مجموعة من البيوت، عندنا عشرات المناطق وعشرات الأماكن بل مئات الأماكن لسه محتاجة أبار، ولسه محتاجين دعمكم يا أهل الخير ويا أهل الفضل ويا شركاء النجاح، أيها الجنود المعلومون. لا أسميكم جنود مجهولون، بل أنتم جنود معلومون، معلومون في السماء عند رب العالمين سبحانه وجل وتعالى، وهذا يكفيكم أن تكونوا معلومون عند الله رب العالمين سبحانه. والله أسأل أن يستخدمنا في خدمة الخلق، وأن يجعلنا رسل رحمة لخلقه يا رب العالمين، اللهم آمين. مؤسسة سقيا الماء نعمل من أجل الإنسان.